استاذ كرار بس ضيف الولد بالانتظار. ماشي يا ستواني مشان الحسين محسين. حسام رضا بس حسام رضا بس واحد. حسين عبد الكريم وصلنا الفيديو مو وصل على اي وصلنا الفيديو استاذ. عيني شباب يلا بسم الله. اكو شباب لحد الان ما انضافوا دي يقولون اضافه ما اعرف ما ابدا اضيفهم جديد اضيفه بس ماكو واحد على انتظار اصلا. عشت ايدك يعني شباب اليوم ان شاء الله عندنا الفاكيوم ديستليشن يوعد الفيديو The heavy fraction of video شنو الفيد مالته؟ الفيد مال الفيديو اللي هو الـ RC يسمونه residual crude او مثلا يسمونه منهم يسمونه الـ AR atmospheric residual الخارج من البوتم مال CDU هو هذا يعتبر الفيد مال الفيديو. ماشي عيني؟ تمام استاذ. The heavy reflection of crude oil اللي هو يسمونه atmospheric residue يقول لك المواد الثقيلة أو الجزء الأثقل مال atmospheric residue is feed to the vacuum heater يدخل الفرن الفرن مال الفاكيوم مال الفيديو by reduced crude pumps بواسطة المضخات مال RC reduced to be distilled under vacuum condition حتى نسوي له تقطير تحت ضغط يسمونه ضغط الفراغ. هو الباكيوم معناه فراغ تحت ضغط الفراغ. احنا ليش الارسي نوديها الباكيوم؟ ليش نودي مثلا من CDU نودي؟ لان هو مادة ثقيلة فالفصل مالته ما يصير بالضغط الجوي يحتاج لدرجات حرارة شوي عالية لذلك نسويه تحت الضغط الجوي. ماشي عيني؟ لذلك زين استاذ هو التناسب الضغط مو هي الحرارة تناسب طردي يعني؟ فإذا حرارة عالية يعني ضغط عالي لو شنو المعادلة اللي قاعد تصير؟ هنا أنا مو معادلة. يلا سيان. سيان السماء كان عبال ما موجود. تمام. وأنا هم كنت أتشيك هذا. شباب عيني هذا الـ RC حتى إحنا شنو العملية مال ديستليشن؟ أول شغلة نحتاج بيها إنه نبخره حوله إلى بخار. تمام بعدين كثفه حتى نفصل مكوناته. بالنسبة لهذا الـ RC اللي هو المتبقي من الـ distillation الـ atmospheric tower تمام؟ هذا حتى يغلي حتى نسوي boiling point مالته الـ boiling point كلش عالية يعني درجة التبخر مالته كلش عالية ممكن توصل 500 أو 550 فإحنا إذا نصعد درجة الحرارة حتى نغليه بهاي الدرجة 500 أو 550 راح يحترق راح يتفحم قبل لا يغلي قبل لا يتحول إلى بخار راح يتفحم لهالسبب عندنا هاي النظرية اللي هي أجيب ضغط فاكيو اللي هو ضغط فراغي أقل من الواحد أتموسفير يعني الضغط يصير بالسالب مثل ما قلت أستاذ على العلاقة طردية ما بين درجة حرارة والضغط فمن قللت الضغط أوتوماتيكيا درجة التبخر راح تقل بدل ما يتبخر ب 500 ممكن راح يتبخر ب 350 لهالسبب خليته أنا بالفاكيو تور هنا أنا ممكن أسخن 350 ما يصير قد التبخر وبهاي بطريقة سهلة ممكن راح يتبخر وأفصله واضحة؟ واضحة يعني كل ما يقل الضغط كل ما التبخر يصير أسرع؟ لا مو أسرع البويلينج بوينت اللي هي درجة التبخر راح تقل يعني العفو استاذ حسين قصدك انه مثل المي عندنا دا يغلي ب 100 درجة سيليزية انا منه اسوي فاكيوم ممكن يغلي ب 70 اي بالضبط يعني هو لذلك استخدام الفاكيوم حتى يقل الضغط وتقل عندنا درجة الغليان يعني بس العفو شلون وفرنا له هذا الجو الفاكيوم يعني انا اي طريقة هسه جايين هسه شوي بس اكو تسجيل هاي
اوكي يعني هسه ذا فاكيوم تاور برج الفاكيوم تقطير فيد ليف ذا هيتر ات 407 يعني هسه الفيد من طلع عندنا من الاتموسفير ديستليشن من السي دي يو وديناه الفرن حتى نسخنه درجة حرارة 407 اوكي A control flow rate of medium pressure steam is injected into each pass of a heater coil. يقول لك بكل باس بكل أنبوب داخل الفرن اللي بيد فيد نحقن وياه steam بخار medium pressure ضغط متوسط medium pressure steam نحقنه ويا كل أنبوب داخل الفرن ليش؟ حتى نسوي له sufficient velocity حتى نزيد السرعة مالته. أوكي. حتى هو هذا البخار يسمونه steam velocity بخار السرعة حتى نزيد السرعة الجريان مالته اوكي وكذلك ان خلي ادخل دول الوليد نزيد سرعة الجريان مالته ونقلل من تكون فحم الكوك بحيث هذا لان خاف يعني مثلا يقل مثلا ان يكون الجريان مالته قليل داخل الانابيب فهذا كل ما يتعرض لدرجة حرارة اكثر كل ما يتفحم فاحنا نحقن وياه ستيم حتى يزيد سرعه الجريان ويقلل تكوين فحم الكوك ماشي عيني توتال ستيم ريت يقول لك الستيم اللي نحقنه 2400 كيلوغرام بالساعه الريت مالته The heater can be fired burning either fuel gas or fuel oil الفرن هنا همتين يشتغل يا اما fuel oil او fuel gas The vacuum tower, the vacuum fraction, the atmospheric residual is يعني هسه المنتجات مال الفاكيوم الـ VR من يدخل للـ RC يطلع لي منتجات شنو منتجاته اللي هي light vacuum gas oil والـ heavy vacuum gas oil والـ vacuum residual المتبقي من البوتوم مال الفاكيوم يعني هسه عندني ثلاث منتجات عندي الـ LVGO اللي هو light vacuum gas oil وعند ال HBGO اللي هو heavy vacuum gas oil وعند ال VR the vacuum tower operate at a top pressure of يعني هسه الضغط بأعلى البرج مال الفاكيوم 30 مليمتر زئبق ماشي يعني الضغط بأعلى برج الفاكيوم يكون 30 مليمتر زئبق vacuum is maintained by a three stage ها مساء انت استاذ قلت لي شلون يشتغل الفيديو شلون نوفر له الجو مال الفراغ عندنا بصف الفاكيوم عندنا باكج اللي البارحه قال حكالكم عليها دكتور طه قال عندنا مجموعه يعني فد مجموعه معدات هذا الباكج منين يتكون من ثلاث اجكترات الجكترات يعني شلون شافطات هن ذني شافطات ذني ثلاث الجكترات هن اللي يسببن ضغط العفو يسببن الفراغ بهذا البرج هن اللي يسحبن الغازات ويسببن فراغ داخل البرج هذني الجكترات الشافطات لذلك ينخلق عندي هنا جو فراغ بواسطة الجكترات يعني هسه فائدة الجكترات إنه يسون جو فراغ يعني يسون فراغ داخل هذا البرج وهن ذني يسون الباكيو The column has three different sections of backing bed and is provided with two circulation circuits مثل ما قال سار حسين ذاك اليوم then circulation circuit اللي هنا then the pump around اللي يسوون the pump around which allow recovery of heating حتى يسوي تدرج حراري استعادة للحرارة هنا قلنا the column has three different sections الكولوم يحتوي على ثلاث هنا backing bed يعني مو صواني الباكت بيد يعني شلون لما ترجمتها راح نعدي الباكت بيد حسين شنو الحشوات يعني يحتوي على ثلاث مناطق مع الحشوات يعني مو صواني اللي هنا هسه ان شاء الله يشوفونه بالبي اف دي من عرض البي اف دي واضح هنا ان شاء الله لو واحد عنده سؤال واستاذ اكو سؤال بس على شو اسمه على هذن الجكر نعم نشرحها بالبي بي ام سي كان اكو بيها ستيم يعني ما استلمتها هسه نشرح لك اياها هسه استاذ حسين يشرح لكم اياها البي ام دي اختصاص حسين هو حسين يشرح لكم اياها
حسين ان شاء الله يشرح لكم البي ال دي شلون الاجكترات يشتغل وياها كولرات ان شاء الله. هس بس هنا قصد بهذا الشيء راح اكو واحد عنده في سؤال او شيء زاد بس كتوضيح وممكن مثال يجوز بعيد عن العمل بس كتوضيح يعني نظام الاجكترات شلون الماتور مال المكنسه الكهربائيه ده يسحب يسوي لنا فاكيوم وفاكيوم حتى يشتغل بالضبط بعد التجهيز ميكانيك وتعرف هاي الشيء. لا تمام واضح الصوره اصلا ما شاء الله. هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا عندنا ثلاث منتجات تطلع من الفاكيوم اللايت والهيفي والفي ار. هسه ذا لايت فاكيوم غاز اويل سكشن كوندنس لايت غاز اويل ان ذا توب سكشن اوف ذا فاكيوم تاور. لايت فاكيوم سكشن يقول لك جزء مال لايت فاكيوم كوندنس يتكثف بالجزء مال اللايت فاكيوم السكشن يتكثر جزء من اللايت غاز اويل بالتوب سكشن مال الفاكيوم اللي هو هذا اللي البمب اراوند مالته اوكي يصير باعلى البرج. اللايت فاكيوم بمب اراوند اند برودكت ار وذ دراوند فروم ذا تشيمني تري. يقول لك اللايت فاكيوم والبرودكت ينسحب من الصينيه اي مو من الصينيه من منطقه يسمونها تشيمني تري يعني صينيه المدخنه دخن انا هيك حسب ما ترجمتها بعد ما اعرف غير اسم اوكي صحيح حجة. هي صينيه المدخنة بالضبط المدخنة شكلها هي مدخنه اي بالبي تي تشوفها اوكي يتم سحبها من صينيه المدخنة بلايت بواسطه البمبات مال اللايت فاكوم غاز اويل اند كونفينت تو كرود اوفر هيتنج ترين A fraction of liquid is recycled under flow control to the back bed below after mixing with. ناشي لك إذا إحنا مو سحبناهن جزء من عدهن يتحد ويلها بفاكيوم ويرجع كريسايكل للباك بيت. Okay. After cooling against the crude feed and crude light vacuum exchanger from around return to the vacuum tower. هاي هنا. جزء من عند احنا مو سحبنا البمب اراوند والبرودكت من هاي الصينيه المدخنه يسمونها جزء من هذا هو البمب اراوند يتحد ويل الهيفي فاكيوم ويل هيفي فاكيوم غاز اويل ويرجع للبرج اوكي بس ما نقدر رساله نقاش انا موضوع تجيل المحاضرات الناس اوكي شباب استعدنا احنا من قلنا نسحب من صينية المدخنة المدخنة هاي يسموها ينسحب من عدها اللايت فاكيوم والبرودكت ينسحب من عدها البمب اراوند البمب اراوند تحت وين هب فاكيوم غاز اويل بعد ما يتبرد افتر كولينج هنا ويرجع ريتيرن تو ذا فاكيوم تاور از اتوب ريفلكس باسنج ثرو ذا لايت فاكيوم غاز مرورا باللايت فاكيوم غاز اويل اير كولر مرورا الكولرات مرور الكولرات يعني تبرد ويرجع. While the light vacuum gas oil product بينما الناتج is mixed همتين الخبط ويل heavy vacuum gas oil and sent to the vacuum gas oil hydrotreating تحت ضغط 9 ودرجة حرارة 177. 30% of vacuum gas oil يعني العفو استاذ كرار هنا البمب اراوند مو بس تسحب لنا وترجع لنا بنفس البرج. يعني هنا اكو دا يروح الغير وحدة ينخبط ويل heavy ينخبط ويلها بغير وحدة يعني هو اللي يجيب هاد انبوب يصير اتحاد مثلا فين انبوب يعني الانبوب مال لايت فاكيوم وانبوب مال هب فاكيوم يتحدين سنة الانبوب واحد يرجع الأعلى البرج والباقي يروح الغير وحدة مال تريتمنت الباقي يروح هم يتحد ويل هب فاكيوم ويروح للفاكيوم تريتمنت فاكيوم غاز اويل تريتمنت لأن هنا عندنا غاز كناتج بالتب مال التور اي عندي هسه جايينك تمام عندي اوكي عيني هسه هذا بالنسبه للايت فاكيوم قلنا جزء من عنده سيرتين ام بيرسنتج في النسبه اوف فاكيوم غاز اويل سنت تو ستورج اكو جزء من عنده يروح للستورج افتر كولينج داون تو 75 سيليزي والتمبريت ووتر اند لايت فاكيوم هاو فاكيوم كولر يعني هنا أنا مو قلنا جزء من عنده يروح للتريتمنت درجة حرارة 177 مثلا إذا صارت أكفت كفاية للوحدة أو مثلا صار شد داون للوحدة أو صار مثلا فد يريد يسوي لها اكتيفيشن للوحدة أو فد شيء فد مشكلة يروح للستورج
الاستواريج يتبرد بواسطة مبردات مائية، أوكي، يصير درجة حرارة 75 درجة سيليزية. واضح؟ الهب فاكيوم، حسين بس كملين لهم الهب فاكيوم هسه أجيك. حسين اسمعني. حسين عبد الكريم. على العموم ذهب فاكيوم غاز اويل سكشن كوندنس، هاي هماتين نفس انا حسين تسمعني يا ما كم تعصب اي يا سماك اوكي كمل لهم بس هاي مال ذهب فاكيوم غاز اويل كوندنس بس هسه اجي ثواني براحتك استاذ حسين بس على ودي كان كون الولد يعني. بالنسبه لللايت دي يصير عندنا انه جزء من عده، طبعا بالبدايه دي يسولف على انه الموضوع راح يجي اليوم من البوتوم مال الاتموسفيريك من السي دي يو راح يدخل عندنا بالفاكيوم، جزء من اللايت راح يطلع بالسيركت مال اي طبعا هيتر بدرجه 407، بعدين راح يجينا الثلاث نواتج عندنا سولف الاستاذ انه عندنا اللايت والهيفي والريسيديو يمكن أمين؟ فاكيوم رسيديو في آر اللي هو فاكيوم رسيديو متبقى من الفاكيوم سولف على اللايت إنه راح يتقسم بالبامب أراوند جزء من عدة ينخلط ويا الهيفي الـ HVGO هو هذا البامب أراوند ويروح للتريتمنت والجزء يرجع لنفس البولج ينخلط أمين ويرجع لا أكو جزء حسب الشسمة أكو جزء يروح للتريتمنت واكو جزء يرجع عندنا بنفس البرج على راحته مو تريتمنت بهالمعنى هذا اللايت فاكيوم من السحبه قسم من عنده راح ينخبط ويا الهيفي فاكيوم الرجعه كبوم اراوند سيطر على التدرج الحراري هذا قسم القسم الثاني اخذ اودي الكروم شرحت البري هيتنج المرحله استفاد منه ابرد هناك بالبري هيتنج اللي هي قبل الديستليشن الاتموسفير ديستليشن ورا ما ابرده ارجعه من يرجع قسم يرجع كتوب ريفلكس ابرده اكثر واضح اير كولر مبادل هوائي ابرده اكثر وارجع ريفلكس للفاكيوم واللي ما ابرده اخذه كبرودكت البرودكت يتقسم الى نوعين نوع يروح للوحدة مال لايت فاكيوم اللي هي الهايدرو تريتنج يروح بدرجة حرارة 177 إذا مثلاً هالوحدة مو شغالة أو الكمية اللي أنا أنتجتها هواية على هاي الوحدة يروح للتانك ما لازم أوديه درجة حرارة 177 لأن كلش خطر على التانك فلازم أبرده إلى 75 حرارة وراح أوديه واضحة؟ واضحة استاذ كمل بالنسبة للهيفي بس هنا بالهيفي تقريبا نفس الشيء بالضبط همتين راح اسحبه من وسط البرج التري اللي موجوده همتين اسمها وراح اسمها تشمج تري اللي هي صينية المدخنة تمام سين صوتك ديروه هنا شنو عندي شباب جاي يسمعون حسين بصورة واضحة لو تقطع لا ما واضح الصوت ما واضح يلا حسين انا جيت خل حسين صوتك كلش انت يمك تعبان مبين اليوم عيني شباب هسه الهب فاكيوم نفس اللايت فاكيوم هما تاني ينسحب من هاي صينية المدخنة بواسطة المضخات جزء من عدها ريتيرن يعني استاذ احنا هاي عدنا اثنين تشمني تريل وهي واحدة وينسحب من عدها الهيفي واللايت اثنين واحدة لللايت وواحدة للهيفي اوكي وياي تمام عشتي هسه الهيفي ينسحب من صينية المدخنة اوكي جزء من عنده قلنا ريتيرن يرجع جزء من عنده يروح عند الفلو كنترول تو واش اويل سكشن شوف هنا الهيفي
الهافي هنا اكو جزء من عنده يروح المنطقة الغسل، هذا البرج بمنطقة يسمونها واش سكشن، منطقة الغسل اوكي، جزء من عنده يروح المنطقة الغسل حتى يغسلون فيه البرج يستخدمون غسل البرج، جزء من عنده يصير بومب اراوند هسه يقول لك هافو فاكيوم غاز اويل بومب اراوند اند بروتكت ار بومب تو ذا اتموسفيريك سكشن وير اتس كولد وذ ها. هنا انا اقول لك حتى نبرده نستفاد من الحراره مالته نوديه ويا من نوديه للاكسشنجر العاشر والاكسشنجر الثامن مال الفيد اذا تتذكرون البارح اول محاضره يمكن اول تبارح اي المحاضره مال المبادلات الحراريه قلنا مبادله 8 ومبادله 10 يتبادل الكرود ويلها الفاكيوم غاز اويل، فهنا راح تستفادون من حراره الضوء للهيت اكسشنجر رقم 8 ورقم 10 تبادل حرارته ويا الفيد. البمب اراوند يرجع المن للكولوم بعد ما ينخلط ويا من ويا اللايت فاكيوم اوكي، والبرودكت مالته يتبرد بواسطه ستيم جنريتر اكسشنجر 52 ويرسل الفاكيوم غاز اويل هيدروثريتنج اوكي انت ستورج الدور يروح للستورج. بس سؤال عفوا بالنسبة للي تخلطنا ورجعنا ويا الهيفي جزء مع البومب أراوند ورجعنا للتوافق ايه. هنا همين الهيفي همين خلطنا ويا اللايت هاي راح يدخل نفس المنطقة ونفسي عين استاذ عقرب الساعة مو قلنا الساعة مو قلنا اللايت يخلط ويا الهيفي، هذا الهيفي هو اللي يقصد عليه اللي راح يخلط ويا اللايت هو نفسي يتحدن يروح يدخل من أعلى البرج حتى يحافظ حتى الدرج الحراري اوكي. بس قلنا الدور قلنا الهاب فاكيوم الناتج نبرده بواسطة ستيم جنريتر ونرسل الوحدة نودين وحدة الهيدروتريتنج وحدة المعالجة. هسه قلنا لك ليكويد فروم ذا واش زون منطقة الغسل بوتوم از روتد باك تو ذا تاور انتو ذا فلاي زون باي مين اوف ذا فاكيوم اوفر فلاش بومب. جزء من ماء الغسل يقول لك ينعاد الى للبرج منطقة الفلاش زون by means of the vacuum over flash pumps. حسين بس شنو هاي انا ما فاهم صراحة ليش اكذب عليك مال اللي over flash ابي هاي على البي اف دي ها لازم على البي اف دي وانا ما اعرف شنو معناها يعني ها يعني تقدر تسوي اعدادات من يمك بحيث اقدر اشير يعني شلون قد ايش اسوي انت البارحة مشيرت؟ اي بس خليني هولت وراح عدلت وبعدين لا قبل ما قبل انا هولت انت سويت شير اي اي مو من خليت هولت انا عدلت الاعدادات يلا وراح نروح يعني اسوي بوست خليني هولت وانا ارجع خلاص هسه احنا وصلنا للشباب هسه وصلنا للستربين لسه طبعا خلنا نشرح ذنيش على البي اف دي ونرجع للستربين ماشي نكمل ذنيش على البي اف دي ونرجع للستربين ماشي اسويك مال الحاسبه مو حسين اي كي هو بس انا هذا حسين اي كي هاك ما دخل عندك مايك بالحاسبه لان ما تقدر تحكي بالحاسبه لا هو مخلي يلا ابو علي ستر بس حسون ترى النت يمك تعبان فحاول شوية تفون حاليا وغالي تمام هسه راح اشير كرار انا سمعك ابو علي سمعك شير راح اخليك الهوست مره ثانيه ماشي وانا راح اشير من يمي يلا تمام يعني انت شير بي اف دي اي هسه غيرت اعدادات وش انا راح ارجع اعرض المحاضره وتعرض البي اف دي يصير يعني لو
لازم واحد من عندنا يعرف. لا لا واحد من عندنا. يلا اعرض انت من يكمل عن دور اعرض. طلعتهم ولا لا؟ اي اي طلع. اي واضح واضح. بس صوتي واضح حيتين ولا لا؟ اي هي صوتك واضح بس حاليا، بس هو شوية اخذ له ودور يقوم يقطع، بس ان شاء الله ما هو شيء يحكي ان شاء الله. واضح. عين سوا. راح نجي هنا نشرح. هنا قلنا شنو؟ قلنا يجينا عندنا الار سي من الاتموسفيريك باور. اول ما يروح يروح للهيتر. هنا راح يتسخن. راح يوصل لي الى درجة حرارة 407. تمام؟ هنا داخل الهيتر، داخل الكويلات مال الهيتر، راح اسوي انجكشن ستيم. خليك تكبر. هنا injection steam. هذا steam مثل ما قال قطع الضرار، هو حتى اسمه velocity steam، حتى دائما يطي يحافظ على السرعة. سين سين ارجع عيد لان شوية صوتك. تسمعني حبيبي استاذ؟ هو النت كله تعبان عندك سين. صوتك ترى راح من ورج فما ايدلهم من البدايه. ماكو حسين صوتك ما عندنا. ثلاث منتجات، المنتج الاول يطلع لنا بالفي باكم كاتويل، والثالث يطلع لنا الشمني تري قبل شويه اللي حسين حسين جاي تاخر الصوت، تو قام يوصل وبدفعه سريعه كلش. اي ما ادري سيدي حسين حسين تسمعني؟ وين ابو علي تسمعني؟ استاذ كرار حتى لو انت شير البي اف دي هو يشرح عليه، ومثل ذاك اليوم انت تاشر على اي جزء قصده افضل. اوكي ما النت النت يمك افضل. اي يم النت هو تعبان، انا وحدي انا اشتراك ابو 35 بس انا والراوتر. سين تسمعني؟ يعني اذا اشير حسان البي دي اف مالتي يلغي يطلع مالتي؟ اللي يسوي كوست. انا هوست هسه. انت هوست عادي شير لا الله خليك يكون هوست. اي انا هوست. مو يقول لي ديس هو الستوب اذر. ما حبيبي سامع. يسوي ستوب للاذر، سوي ستوب واعرضه انت. سين تسمعني؟ سين يعني شباب بس على ما يجي حسين انا راح اشرح لكم على البي دي اف على ما يجي حسين. بالنسبة للفيد يجي من هنا من وحدة الاي الار سي، وحدة السي دي يو راح اشرحكم عليها بالقلم اللي هو هذا. من هنا يجي اوكي يدخل للفرن ويخرج من عنده بدرجة حرارة 407 اللي هي هاي 407. ثم اتمنى يعني بالمحاكسته وبعد راح نخلص احنا. لو مستنسخين عندنا طابعين البي اف دي طابعينه بورقة حتى من نحكي تتابعونه وياكم وتعرفون. بالضبط.
مطبوعات مطبوعات عندنا خير ان شاء الله خير ان شاء الله. فهسه من هنا اجى يدخل الفرن يطلع درجه حراره 407. الستيم اللي قلت لكم عليه راح ينحقن في كل كويل وكل انبوب مال داخل الفرن، هذا هو يسمونه فيلوسيتي ستيم، اوكي، حتى يساعد على سرعه الجريان داخل الانابيب ويقلل من تكون الكوك فحم الكوك. يجي يدخل هاي المنطقه اللي هاي يسمونها منطقه الفلاي زون، هنا يدخل للبرج، اوكي. من دخل للبرج هنا ايش راح يصير؟ راح ينتج لي ثلاث نواتج مثل ما قلنا، ينتج البي ار اللي عفوا فاكيوم غاز اويل لايت اللي هو هذا من هنا، خليني اشيلكم عليه، من هنا يطلع هذا اللايت فاكيوم، من هنا يطلع هذا الهيفي فاكيوم، اوكي، ومن هنا هذا الفي ار، اوكي، من هنا يطلع. هسه نجي لللايت فاكيوم. اللايت فاكيوم هذا اللي طلع من هنا، هذا الخط الفوق، هاي الصينيه هي هاي الشيمن تريد قلت لكم عليها، صينيه المدخنه هاي، هاي هاي يسمونها صينية المدخنة اللي طلع من عندها لايت فاكيوم. واضح عندكم هسه صورة واضحة استاذ علاء؟ واضحة واضحة استاذ، واضح جدا، واضح استاذ. خير ان شاء الله. هاي صينية المدخنة اللي قلنا لكم عليها اللي هي اللي يطلع من عندها لايت فاكيوم. ينزل هذا، شوفه تبعوا وياي الخط، ينزل، شوف لوين ينزل، ينزل لهاي المضخة، هاي البومب، هاي البومب، ينضخ يرجع من جديد، صعد وياها، يصعد، ينضخ، يصعد، 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 شوف وصل لي هنا، هذا طلع من هنا، شوفوا هذا صار الخروج مالته، هذا وين راح؟ راح للمبادلة الثانية، لأن احنا عندنا بالمبادلة الثانية يتبادل بيها اللايت واكم، يتبادل ويا الكروت، يتبادل وراح يرجع، يرجع وين؟ هسه اراويك الرجوع مالته، الرجوع مالته هذا اول سهم فوق، راح يرجع لنا من هنا، اوكي. من رجع من هنا، شوف هنا من اجى وصل لهاي المنطقه، جزء من عنده اجى لهاي المبرده الهوائيه، اوكي، جزء من عنده اجى لهاي المبرده الهوائيه، وشوف وين نزل، ونزل دخل هنا من أعلى البرج، أوكي، دخل هنا، أوكي، هذا جزء من عنده. الجزء الثاني، هذا الجزء اللي دخل من عنده هذا الدمبرويد يعتبر، بس صوتك كلش عالي، يعني شوية ما فهمت صوتك. بس الجزء هذا الجزء اللي رجع دخل من عنده بعد بعد البرج، هذا يعتبر بمبر راوند، هذا هو البومب اراوند، هذا رفلكس البومب اراوند من هنا يجي. هسه راح اوقف يا عندنا بعد بومب، اوكي، هسه مو اجى من هنا، هذا الخط من فوق. حسين موجود؟ اي حبي، اي كمل لهم، كمل لهم حبيب البي اف دي، انا ثاني كان شوي بالبي اف دي مو يعني كلش كلش طويل. هسه وصلنا، رجع دخل من هنا، انا اشر لك وقل لي وين تريد. ها رجعت على بس انت، يلا اوكي. شباب هذا نفسه لايت فاكيوم غاز اويل، سمعني تمام مو؟ صوت واضح؟ الو، اي واحد يجاوب؟ صوت واضح شباب؟ صوتك واضح بس ناصي شوية. تمام هسه اوكي؟ عاشت ايدك، يلا اوكي حبيبي. من هنا قلنا لايت فاكيوم غاز اويل يروح للمضخه، هاي المضخه اللي هي رقم 51، ويصعد مثل ما قلت استاذ كرار، يروح الى مبادله رقم 2 هنا، تمام. من يرجع حسين صوتك بدأ يقطع، صار ضمت بالصور هون،
راح نبدا بدرجه حراره اكو راح الصوت راح راح نبدا 52 لا تشوفون هذا بس قسم البامب الاوند قسم الريتليت وقسم المحضر زين 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 تسمعني؟ حبيبي صوتك صوتك راح كلش وبعدين من حكيت كله تكوم واجى سريع الحكي وينقطع هسه ارجع لهم من لحظه رجع الدخل دخل دخل اللايت باك يوم غازو شنو قلنا اللايت راح ينقسم ثلاث اجزاء قسم شلون ابوي صوتك يصير تاخير بي كلش جاي يصير بي تاخير واضح لو لا زين صوتك جاي يصير بي تأخير هسه تسمعوني؟ هسه نسمعك احنا بس قاعد يصير تأخير منين تمام منين ارجع لكم؟ ترجع من الدخول مال اللايت باكيوم غاز اويل من فوق دخل من البداية من البداية والله لو ترجعونا سهلة سعد راح ارجع لكم حتى يصير ارجع لك اللي يطلع لي من اعلى البرج من انا من هاي المنطقه يطلع بدرجه حراره 152 هسه استاذ كرار تسمعني أسمعك أنا أستاذ علاء حبيبي تقدر أنت تشرحها الشغلات اللي ما واضحة عندك هو يقدر يسمعك أفضل مما يحكي ده يصير بيه تأخير شغلات ما واضحة قل الأستاذ إنه بس هاي النقاط تبقى النقاط ما واضحة كم نقطة يوضحها هو نهاية علاء كله من وراء قلنا المحاضرة الساعة بالأربعة نت أحسن خلي المحاضرة للفجر أحسن والله نفس الشيء هم ذاك اليوم صارت مشكلة بالنت أستاذ حسين نفس الشيء مو مثل هاي بالعكس بالكت الزوار هسه نايمين شوي ويا للصبح يا نايمين 11 واحد يا تيم للصبح انا اشوف المحاضره وقتها بالاربعة احسن بالاربعة العصر كانت احسن لو سووها بالاربعة احسن استاذاني لان بعض المهندسين هم اللي طلبوا هذا الشيء بسبب ظروف انه زوار عندهم ما قدروا لذلك سوينا هيك لا هسه النت يا مستر حسين كلش ضعيف طلع لا والله وايد اي النت ضعيف طب ماكو ناس يعني عندهم تزامات قالوا على خدمة الزوار وشي قالوا لنا يا بالليل على ما هسه هسه شنو شباب حسين الصوت سرياني يمك الرغه صومالية احنا طيب حسين حسين انا راح اعرض شو اسمه وانت اشرح هيك احسن انت من تعرض يصير تاخير بالصوت قد قرار ترى ماكو صوت أدري أدري أفتهمك بس ثواني أوكي أوكي عيني شباب بس وياي أستاذ كرار ملخص عيني. ملخص الجزء الأول إنه طلع عندنا منه هسه سأل على راح أرجع راح البامب وصعد منه راح للهيت إكسشينجر هاي واضحة أعتقد هاي واضحة واضح رجع منين الدور رجع منه هذا الفوق اوكي رجع جزء من عنده اجى من هنا
اللي هو هذا أجل هاي المبردة. أوكي وياي؟ وياك وياك صح. جزء من عنده أجل هاي المبردة. من طلع منانا شوفوا، مو طلع منانا ورجعنا من فوق، قبل لا يطلع شوف هاي منانا أكو جزء من عنده أجه شوفه. شوفون النازل هذا الخط الستريم 29، جزء من عنده هذا رجع شوف وين اجى هاي النقطة هنا اتحد وياه من ويل هاب فاكيوم. احنا مو قلنا اللايت فاكيوم، ويل هاب فاكيوم يرجع يتحد يدخل هنا صح لو لا؟ يا شباب صحيح صحيح وياك واضح واضح. هذا جزء من عند هنا، هذا يسمونه اللي هو البامب اراوند، وهذا من هنا جزء من عنده شوفوا هذا اللي نزل دخل هذا وجد دخل هنا هذا الرفلكس واضح. هسه هذا هنا رفلكس وهذا هنا بامب اراوند. اوكي عرفتيلك. اوكي عرفتيلك واضح. واضح صحيح حسين تسمعني؟ ايه هبه هسه صحيح؟ ايه هسه تمام. لا قصدي بس كرار كرار اكو ايه بس الاتحاد ويا الهيفي فاكيوم غاز اويل اكو الخط اللي جوا ادري بهذا الطوخ قصدك الطوخ منه اللي بي تي دي اشر لعلي اشر لعلي وانا اشر بالحاسب هون ما اشر بالقلم ما عنده قلم يا 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 ستريم يا ستريم رقم ستريم البامب اراوند ايه وين الفلاتر هالاثنين ثني هنا قصدك بس ثواني قصدك هنا هاي اذن الفلاتر عاشت ايدك على ايدك اليسرى ايه هذا الخط اللي جاي من جوا هذا قصدك ايه هذا هو الهيفي فاكيوم غاز اويل اللي يتحد وياه مو هذا اللي راجع لا أنا ما قلت لهم هاي فاكيوم هذا الراجع مال اللايت فاكيوم هذا الهيفي فاكيوم اجى شوف وين اجى اجى من هنا الهيفي فاكيوم ما يجي من هنا ما يجي من هنا يجي من هنا من هذا الجو هذا راجع لنا حسين شوف راجع من اكسشينجر 6 بس هو الاساس يجي من جوا اعرف اعرف الاساس يجي من جوا هذا احتياط حتى سيطر بيع درجة الحرارة قصدك قبل لا يطلع للش اسمه قبل لا يطلع للكسشنجر منه هسا أنا أقول لك ثواني بس خلينا قصدك هذا منه أنا شوف منه بس خلي أشير لك عليه منه أنا ويصعد أيه كلش واضح منه أنا يروح أي بالضبط قبل لا يروح المبادلة. أوكي هسا وصل الشباب وصلت هسه هذا اللايت فاكيوم قلنا جزء من عنده يرجع من هنا كبومب اراوند هذا الجزء الثاني هذا اللي من هنا يجي خلي اشرككم عليه بالقلم هذا يجي من هنا شوف جزء من عنده من هنا ينقسم وهذا الجزء الثاني اوكي هذا قسم من هنا ينقسم وقسم الثاني من هنا هذا قسم من هنا يجي يتحد ويا من ويل هاف فاكيوم ويروح هنا للتريتنج اوكي هذا القسم الاول القسم الثاني هذا النازل يتحد هنا ويا من ويل هاب فاكيوم هسه من نرجع اشرح لكم هاب فاكيوم يجي من هنا يتحد ويل هاب فاكيوم وين يروح شوفه يجي هاي المبادله 57 او يروح للستورج هذا الستورج واضح شباب واضح لو عيد لا بس المبادلة والله لو تعيدها خاد كرار خاد شوف عيني شباب هسا احنا قلنا اللايت فاكيوم من خرجنا من هنا وضخيناه بالمضخة اوكي وطلع هذا رجع من هنا قبل لا يطلع قلنا قسم من عنده اجي هنا هذا الفلتر اجي هنا يم هذا الفلتر قسم من عنده ومن جوا اجا قسم هماتين من الهيب فاكيوم التهدين طبن هذا الفلتر طبن هنا هاي المنطقة اللي هي هاي يسمونها البامب اراوند اوكي هسه هنا واضح من طلع الدور رجع منين رجع من فوق
طلع راح تبادل بالاكسشنجر الثانية رجعنا من فوق من هنا. من رجع قسم من عنده رجع كرفليكس وهذا من هنا اجى. هذا حسين حبيبي يرحم. هذا حسين حبيبي استاذ كرار العفو. بس اذا اللاين اللي تدخل يعني انه يبدي يدخل بي بس اذكر رقم الستريم حتى انه اعرف وين ده تحكي. صار هسه رجع لي تسلم. اللي رجع لي من فوق ستريم 24 اللي هو هذا الرقم الطوخ. اوكي انقسم قسمين ومو اجي اجلس انقسم قسمين قسم ستريم 24 والقسم الثاني ستريم 35 هذا ستريم 35 يرجع يدخل للفلتر هذا ويدخل هنا كرفليكس خوش. وهذا القسم الثاني اللي عندي يجي ينقسم قسمين اوكي يروح ستريم 37 جزء من عنده هذا جزء من عنده يجي هنا هذا ستريم 37 وجزء يجي هنا ينزل هذا ستريم 37 يتحد ويا من وي ستريم 38 هذا مالي الحب باكيوم هذا 37 فوق وي 38 يتحدن بهاي النقطة اوكي يروحن للهايدرو تريتينج اللايت باكيوم والحب باكيوم هايدرو تريتينج يونت 7 هذا اللي هنا النازل من هنا هذا النازل وين يجي يتحد بهاي النقطة ويا من هماتين وي الحب باكيوم اوكي هذا ما عليه رقم ما عليه رقم سترين يتحد ويا الهب فاكيوم من يتحدن ينزلان يدخلن هاي المبادلة يدخلن هاي المبادلة اوكي يصيرن يروحن سترين 36 هذا رقم سترين 36 يصير ضغطهن 7 ودرجة حرارتهن مثل ما قلنا 75 ويروحن للستورج هسه واضح اللايت فاكيوم واضح ان شاء الله بالنسبه للهب فاكيوم هم سحبناه من هاي الصينيه اللي يسمونها صينيه المدخنة هاي هنا سحبنا الهب فاكيوم ينزل ويانا هذا شوف ينزل ينضخ بهاي المضخه اللي رقمها 52 اي و بي اوكي ينزل من هنا ينضخ بهاي المضخه جزء من عنده قبل لا يطلع هذا من هنا جزء من عنده يرجع كبمب أراوند مثل ما قلنا يتحد شوف هسه هذا لا تابعونه بس تابعوا وياي هذا الخط يصعد شوف وين دخلوا هاي المنطقة أوكي وهذا الراجع مال اللايت فاكيوم اتحدن طبعا هذا الفلتر رجع هنا كرف العفو كبمب أراوند واضح؟ واضح طلع لي هو من هنا الهب فاكيوم طلع لي من هاي المنطقة اوكي طلع لي اللي هو ستريم يا رقم ثواني خلي اشوفكم ما عليه رقم هذا ستريم المهم خرج يرجع لنا من هنا هذا رجع من هنا خلي اشوفكم عليه بالقلم هذا الرجوع مال اوكي رجع من هنا هذا جزء من عنده هذا حاطينه شوف هنا مدام حاطين فالف هسه صحيح حسين من قال مدام حاطين فالف هذا اعتبر يعني شلون نقول كاحتياط حاطين مال فلو لو كنترول اذا مثلا اللي جاي من جوه مثلا قليل يفتحون هذا الفالف اذا اللي جاي من جوه مثلا مؤدي كفايته بصوره صحيحه هذا الفالف يبقى مسدود اوكي الجزء الثاني يروح اللي هو ستريم رقم 25 هذا ستريم رقم 25 تبعوا وياي هذا الخط الطوخ ستريم 25 شوف يجي من هنا شوف وين يروح لهذا المبادلة مبادلة 52 اوكي وينزل شوف جزء وين راح هذا جزء هنا تفضل حبيب استاذ جعفر السلام عليكم حبيب استاذ بس عندك الستريم 30 عندك هذا الفلو كنترول اللي هو فاير قبل الفلاتر
نعم تخفيفه. فعندك هذا اللي اللاين اللي داخل اللي جاي يعني من ال من اللاين الأسفل اللي هو ال TDC. إيه. نانا شنو يقصد بـ temperature يعني؟ TDC. والله. هذا هسه تشوفه. هذا حسين صوتك ناصي. إذا هو بس TDC هذا temperature control بس TDC. شنو حسين؟ temperature differential control. هذا الاختلاف الحراره يعني. يعني هنا أنا راح يقيس اختلاف درجه الحراره ذا اللي جاي من الاسفل درجه حرارته عاليه راح يزيد الفلو اللي داخل حتى يبرده لو بالعكس العمليه احتمال هيك. بعد حسين شو تقول؟ مو قلت لك انا بالبي اف دي مو كلش قوي صراحه حسين. وانا تابعت اللاينات يعني انا دا اشوف انه هنا أنا من حاط لي تحكم بدرجه الحراره الفلوريت اللي راح يدخل اللي عن طريق الاف سي اللي راح يقيسه اضافه انه هنا أنا يقيس درجه الحراره احتمال يصير مثلا تسخين او تبريد بواسطه هذا الاختلاف درجه الحراره لان هذا اللي راح يخرج من هو سؤال استاذ كرار عيني البامبا راود هسه اللي داخل بعد الفلتر هسه ماكو ذن الفلاتر اللي بعد هنا هاي النقطة هنا عندنا مثلا شقد درجة الحرارة اللي داخله هنا هي ما مكتوبة درجة الحرارة بس هي ما يعني قصدي احنا كيعني ايه شنو يعني مو احنا غير نحافظ على تدرج الحرارة بالداخل غير عندنا فد رينج معين انه احنا هنا راح نحتفظ بدرجة الحرارة كذا غير نعرف انه ايش قد حتى اللي داخل للتور يعني جزء ابرد من ابرد من المطلوب هي اكيد راح تقل اكيد راح هي البامب اراوند اكيد اقل من الفيد الطالع مو صح حسين يعني هسه انا طالع من البرج مثلا يعني. الفاكيوم غاز اويل الهبي فاكيوم طالع لي من البرج 275 درجه سيليزيه اكيد البامب اراوند اللي راح يرجع مو 270 اقل من 276 بس اقل بشيء قليل اكيد لانه راح يمر بهيت تشينجر أنا ويا أفتح حس لحد ما يمر في تيك تشينجر البومبراوند نانا عندنا حس بالبي أدي ما مر في تيك تشينجر طالع انضخ بمضخة وطلع قبل لا يدخل قبل لا يروح للمبادلة انقسم من عنده شوف هسه هذا بس خل أخدمك شوف باور بس تابع لي الفاكيوم غاز اويل الهيفي مالته شوف طلع منين طلع من هاي النقطة مو صح طلع من 276 تبع وياي تبع وياي شوف وين اجى هاي المضخة اوكي وياي اجى هاي المضخة بس بدأت تبين دخل المضخة عيني قبل لا يروح شوف بس خلنا خدمك قبل لا يروح الهيت اكسشينجر راح يطلع صح. من عنده قسم هذا قبل لا يروح الهيت اكسشينجر هذا البامب اراوند قبل لا يروح من طلع من ال ايه افتهمك رايح بس قصدي انا بس اللي راجع عندنا للتور قصدي انه هو ما راح يمر بهيت اكسشينجر استاذ حسين افتهمك والله افتهمك ادري زين وهذا الصاعد الخط بس الخفيف احنا قبل لا يروح ود لا 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 استاذ دقيقه حسون كذا اقدر شير هسه يقطع النت استاذ اذا تقدر اشرح على مثل ما موجود حاليا راح اوصلك يا يعني. انا فهمت فكرتك انت شلون تقصد طلعت عندكم شباب اي اوكي تمام الهيفي فاكيوم غاز اويل اللي اسحبه من هاي المنطقه من هاي الصينيه
ايش قد درجه حرارته؟ 276. تمام، راح ينزل الى مضخه رقم 52 ويرجع يصعد بهاي النقطه. نعم، واضح بهذا اللاين. بهذا اللاين انا اخذ قسم من هنا. هذا مو هذا البومب اراود مال اللايت فاكيوم غاز اويل اللي قبل شوي قلنا احنا لازم ناخذ قسم من الهبي فاكيوم حتى اسوي اتحاد من هنا اخذه بهاي النقطه. يصير عندك ميكسنج هذا راح يصير ميكسنج بهاي النقطه. تمام، استاذ اذا تلاحظ درجه حراره الهيفي فاكيوم غاز اويل اللي هي 276. تمام، نعم، هنا انا هم درجه حرارته 276 لان حد الان بس داخلك 216. هسه دقيقه ما اوصل لهنا، بعدني انا هنا بعدني ما رايح المبادئ الحراري انا بهذا. نعم. السطرين. تمام، هنا التي دي اس للي يتسال عليه، تي دي اس معناته temperature differential control اللي هو شنو شغلته؟ شغلته ياخذ درجة حرارة من لاين ويسوي تأثير على غير لاين. واضح؟ يعني مثلا انا هنا عندي flow control، هنا light vacuum gas oil خلي يجيني مثلا 50% وانا اريد اوصل لهاي النقطة 100%، فالخمسين بالمية الثانية لازم تجيني من الهيفي فاكيوم غاز اويل اللي هي اما عن طريق هذا اللاين او عن طريق هذا اللاين، صح لو لا؟ نعم. درجة الحرارة هنا حتى اسيطر بيها، اذا ارتفعت درجة حرارة مال هذا اللاين وما تناسبني، هذا ينطي اشارة لهذا الفالف راح مباشرة يقلل الفتحة ويفتح هذا الفالف. هذا الفالف يفتح على اي اساس؟ على اساس انه هاي الخمسين بالمية مال هافي فاكيوم غاز اويل قلت، راح يستشعرها الفلو كنترول، يعطي اشارة لهذا الفالف حتى يعوض. من يعوض؟ راح يعوض بدرجة حرارة 216، راح يعادل درجة حرارة ويعطي درجة حرارة مطلوبة. واضحة؟ واضحة حبيبي. تمام، خلينا نكمل. ممنون، كمل حبيبي. الدلة من جوة راح يروح الى مبادل حرارية رقم 10. اذا تلاحظون بالشرح قلنا يروح الى مبادل حرارية رقم 10 وراها مبادل حرارية رقم 8. هنا راح يروح العشرة، لازم من يرجع لي؟ يرجع لي من رقم 8، صح لو لا؟ يعني بهاي المرحلة اللي هسه ما شفتها اني دخل الى مبادلتين حرارية، مبادلتين واحدة رقم 10 واحدة رقم 8 اللي هن بالسكند ستيج لو بالفيرست ستيج؟ اعتقد بالبريد بالسكند اكيد. رجع لي هنا درجة حرارة 216 ستريم رقم 25. نكمل هنا هاي المبادئ الحرارية. اذا تلاحظون بالشرح بالدسكربشن قبل شوية استاذ قرار قال هاي ستيم جنريشن، يعني مبادئ حرارة توليد البخار. على اي اساس توليد البخار؟ ليش طلقنا عليها هذا الاسم؟ لان هي راح تتبادل هذه الماده اللي هي الهيفي فاكيوم غاز اويل اللي درجه حرارته 216 راح يتبادل حراريا ويا هذا الستريم هذا الخفيف. تمام، اللي هو يدخل بي اف دبليو يطلع ستيم بي اف دبليو. واضح؟ يعني نسخن البي اف دبليو بهاي الحاله نحوله الى ستيم. بالضبط. البي اف دبليو شنو؟ احد يعرف؟ هو داري اسالك البي اف دبليو شنو يقصد به؟ البي اف دبليو غير عندنا ووتر، يعني معناها اذا ستيم بويلر فلي فيد ووتر. اكرر، بويلر فيد ووتر هذا الماء اللي يدخل الى البويلر الى الغلايه. استاذ نفس اللي قال عليه دكتور طه البارحه، غير هو هذا الماء ينقي من الاملاح يعني؟ بالضبط، انا البارحة ما حاضر والله ما اعرف شنو قال. اي حسين، هو هذا المي ما يصير انقى من المي مال الشرب حتى ما ياثر على الانابيب مال الهيت اكسشينجر. اوكي اي واضح اعرفه. شباب هذا هنا البويلر فيد ووتر هم نقى من الاملاح، اول شغلة. الشغلة الثانية لازم ما بي اكسجين مذاب، اكسجين او ثنائي اكسيد الكربون اللي مذاب داخل المي. هذا قبل اكو جهاز خاص يزيل هاي الغازات المذابة داخل المي
حتى هاي الغازات المذابة ما تدخل داخل المعدات وتسبب لي أكسدة المعدن. واضح؟ واضح. تمام. وها بالمناسبة هاي الدائرة هاي السيركل هذا مغلق ما يتعرض للأتموسفير ما يتعرض للجو، حتى المي اللي أزلت من عند الغازات المذابة بعد ما تيجي غازات والضوء، يعني هاي الدائرة تبقى مغلقة. يجي هنا يصير ستيم يروح يتبادل حراريا يتكثف يرجع مي يرجع وهكذا دورة مغلقة. أوكي تمام شباب. هسه بهاي الحالة عندنا الهيفي يعني برد، الهيفي هسه صار درجة حرارة 200 فقط 16 درجة. أوكي دخل 216 بهذا اللاين صار 200 تمام؟ تمام. راح نكمل. هنا الهبي يجي شنو راح يصير به؟ راح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي يروح إلى الهدرجة، وحدة الهدرجة اللي هو ينخبط مع اللايت فاكيوم غاز أوير، يجي من هنا قبل شوية صار كرر قال، ويروح بهذا الستريم درجة حرارة 177 ضغط 9 يروح إلى وحدة رقم 7 تمام؟ في حال انه هاي الوحده متوقفه او البرودكت اللي جاي من عندنا الهيفي او اللايت فاكيوم غاز اويل هوايه زايد على هاي الوحده، لازم انا اودي الى خزن راح يجي بهذا الستريم يكمل هذا اللي ينزل لجوا. حتى اودي الخزن مو من المعقول اوديه بدرجه حراره 200 تمام، لان راح يؤذي التانكي ممكن يسبب بيه تشوهات او شيء، فلازم ابرد اول شيء عن طريق يعني ينسد الفالف عن الستريم رقم 26 وينزل للستورج. ممكن ينسد ممكن اثنين، ممكن اخذ قسم من هنا وقسم من هنا. واضح صار؟ اي واضح صار واضح. في حالة قصدي في حالة توقفت الوحدة رقم 7 أكيد 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 ينسد ينعزل ويجي كله يروح خزن. حتى يروح خزن لازم أبرده عن طريق هاي المبادئ الحرارية اللي هي رقم 57 أبرده. هو كان درجة حرارة 200 ويا بعد ما ينخبط ويا اللايت فاكيوم غاز أويل باي المبادئ قبل شوية شرح لكم أستاذ كرار راح يتبرد ولازم يروح درجة حرارة 75 يروح للستوريج يونت ضغط 7. هل واضح لحد الآن؟ واضح استاذ. هسه راح نحكي على شنو؟ على قسم. زين سؤال استاذ براز احمد تفضل. زين في حالة انه كستورج انه الليفل ترانسميتر اعطاني اشارة انه وصل للليميتد المطلوب انه يعني يعني اكو فد تارجت يعني اكو فد وقت معين انه مثلا خلال مثلا ساعتين او ثلاثة لازم انه هاي هذا الستريم لازم يكون يعني خرج من الصيانة حتى يدخل انه الفيد اللي بالستريم هذا اللي قابل لا يدخل له ماذا يطلع الرقم يمي اي رقم بالضبط الفوق اللي فوق اللي اي اللي يروح للهدرجة؟ اي اللي يروح للهدرجة اللي هو ستريم 26 اي 26 استاذ. هنا لازم هم يعني يكون اكو تنسيق معين، يعني هاي الوحدة ما تشتغل اذا مو هذين الوحدات متحضرين ومسوين ستارت اب، يعني هاي الوحدة ما تشتغل اوتوماتيكيا البرودكت مالتها لازم استفاد منه اسحبه، والا اذا مثل هاي الوحدة وقفت وان دزيت على الخزن والخزن فاض هاي 100% لازم توقف، لان البرودكت فايل حاله راح يفيض يسوي فلوت وين هودي. زين احنا نقدر مثلا البامبر راوند هنا في حاله انه زاد عندنا الفلوريت اللي كبرودكت نقدر نزيد البامبر راوند حتى يظل انه كشون يعني ريسيل كود داخل التبر. وهاي الحالة لازم الفيد أقطعه يعني أتحكم بالفلوريت اللي جاني كفيد
انه اقلله حتى يضل عندي ريسايكل داخل التور وال بالضبط. يعني هذا الفيد قطعة من هنا هاي الحالة هذا الهيفي فاكيوم غاز اويل او اللايت فاكيوم غاز اويل راح يرجع له بوم اراوند ويطلع وينسحب ويرجع لهنا ويطلع وينسحب ويرجع له. نعم واضحة الفكرة. بس هذا كمكانية انه هو فقط ريسايكل بالبومب اراوند لازم تطلع عندنا برودكت في هاي الحالة. هو حتى البومب اراوند هو برودكت هو قصدي برودكت, يعني برودكت مجهز انه يروح لغير وحدة او للستورج. هذا هو نفسه اللي يعني اللي, اللي, اللي اعتقد انه البومب اراوند هو نفسه تبرودكت. اي ماكو اي اختلاف بالمواصفات هو مجرد بمب اراوند يرجع هو نفسيته مجرد يرجع حتى يحافظ على درجة الحرارة داخل البرج لا اكثر ولا اقل. هذا فائدة البمب اراوند. هنا يعني راح يصير البمب اراوند هو عالية الطاقة مال تتحمل الوحدة كلها ينقطع الفيد وينقطع مات الستورج قلنا بالضبط. بس شنو لازم هذا الهيتر راح يطفى الفيد راح يتوقف بعض المبادئات حرارية بعد ما راح أحتاجها. هذا الفاكيوم يصير عبارة عن خزان أخذ منه وأرجع له أخذ منه وأرجع له. هاي بحالة شنو يعني شنو على حالة شنو هاي بحالة إنه اليوم واقفة والستورج تانك عند مليان. ما تفضل أستاذ إحنا ده نفرض حالة يعني إنه كحتى الواحد إنه تكون في باله في الفكرة يعني. يوم هم فرضت هي شوفوا حالة المهندس المناوب اللي بمصر الدوره قال لي ما صرت قال لا تجيب تكهنات من عندك يعني بين قوسين بزني غليتها مغلقة زين المبادلات شو راح تشتغل مال سي دي يو سي دي يو راح الناتج مالته المبادلات راح يعني بين قوسين تصير مشكلة فما اعتقد يعني لا توقف السيستم كله فيلر هو يسوي شت داون هو يقعد يسكت. اوكي اخوي غلس على السؤال لعبه اعمل نفسك ميت استاذ يا اعمل نفسك مغلس كمل. اوكي استاذ حسين باشر ماشي هسه وصلنا خلص غاز لا لا بس لحظه صوتك هذا الهيفي فاكوم غاز اويل واضح لو لا هسه يحس صوتك كلش واضح تمام. قبل شوية قلنا قسم من الهيفي فاكيوم غاز اويل ورا ما تسحبه من البرج واخذه اضخه بهاي المضخة اللي هي رقم 52 راح يروح الى منطقة اسمها الوش زون صح لو لا؟ الوش زون هو هذا الستريم هذا راح يصعد من هذا راح يروح الى هاي المنطقة اللي هي وش زون. اقلك الوش زون بس مرخص لك يعني بس ال الوزن قصدك ال يا ستريم انت ما بي نمبر ما بي نمبر ما بي رقم كمل كمل ابو علي كمل 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 مو استاذ كرار قال الوزن هي يعني عباره عن باكج يعني معناه الباكج انه خارج التور منطقه الغسل لا داخل التور منطقه الغسل يسمونها الوزن مو لأن أنت قلت باكيج فتخيلت إنه برا لأن يعني باكيج لا 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 قلت باكيج مال الجيكتر الجيكتر قلت باكيج لا لا آه حبيبي الباكيج قلت إن على الجيكترات ما قلت على على يعني هذا اللي تشوفه الجيكتر هو خالي بنص مربع وكثيرة تمام تمام كمل سالس سين هاي الوش الوش زون شنو هي عبارة عن شنو عبارة عن باكينج هاي حشوة هاي الحشوة مثل سيم المواعين الغرض من عدها بشكل أساسي إنه الأبخرة اللي تصعد من هاي المنطقة مو تأخذوا ياها قطرات من الفي آر اللي هو الفاكيوم السجو اللي هو أثقل شيء بهذا التور هاي القطرات ما راح أخليها تصعد لفوق وتلوث لي البرودكت مالتي راح تشلب بهاي المنطقة بهاي الحشوة تشوفوها واضحة؟ أي واضحة 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 كم. هنا هاي القطرات من تشلب هي عبارة عن اسفلت شلون الاسفلت بالضبط الـ VR حتى قص من هاي القطرات وحافظ على هاي الباكينج نظيفة ودائما ذو كفاءة عالية ودائما تفصل لهذه القطرات احتاج انه اغسلها بما اغسلها راح اغسلها بهذا
الهيفي فاكيوم غاز اويل من يجيني ارجع له من هنا يدخل الى فلتر واضخه بهذا الدوش راح ينظفه يخلي القطرات تنزل لجوا. هذا الجزء اللي قلت لهم عليه يستخدم للغسل بالضبط، هو هاي الوزون. اوكي حسين، حسين اكو بعد فقره انا اريدك تشرحها لان انا شويه هم واضحه. شنو الطالق من جوا الباكج؟ ستريم 31 اي هذا، هذا ايش شنو هذا؟ هذا هذا الاوفر فلاش اللي قلت عليه. اي 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 عرفت عرفت عرفت. شباب احنا هنا من سوينا عمليه غسل هنا اكو تشمني تري اللي هي منطقه العفو صينيه المدخنه، تمام؟ هنا شنو راح يتجمع عليها؟ راح يتجمع سائل اللي هو يحتوي على شنو؟ على هيفي فاكيوم غاز اويل، ويحتوي على القطرات اللي انا نزلتها من هاي الطبقه. حتى هاي القطرات انزلها للجو انا ما احتاجها هنا، راح اسحبها بهذا اللاين اللي هو 31، اسحبها عن طريق مضخة رقم 53 وارجع اضخة بالمنطقة المخصصة للبي ار. واضحة؟ واضحة الفكرة جدا يعني. جمع شباب واضحة لكم؟ واضحة بس هذا اللي والله والله استاذ بس شوية عيد الفكرة مالتها. اي فكرة مال 31 هذا؟ لو اي الستريم 31 هو من الواشنج للواحد الستريم 31 ادلّ هنا من تصير ابخرة ودرجة حرارة كلش عالية شنو راح تصعد؟ راح تصعد ابخرة حتى تتكثف فوق واسحب من عنده برودكت. هاي الابخرة يصعد وياها قطرات مع الاسفلت، مو اسفلت العفو في ار اللي هو المنطفات الثقيلة اللي موجودة أسفل البرج. هاي القطرات إذا صعد هي سودة طبعاً، أنا شايفها من مصفى الدورة، فتسائل كلش أسود شون الأسفلت شون جير. إذا صعد لفوق راح يلوث هذا المنتج مالتي الفاكيوم غاز أويل اللايت أو الهيفي ماكو فرق لأن إحنا نخبطها، راح يلوثه. زين حتى أخلص من هاي الحالة أنا شنو أسوي؟ خليت هنا هاي الحشوة، هاي الحشوة شلون سيم المماعين في الطبقة من تصعد الأبخرة خلالها القطرات مال الفي آر راح تبقى مشلبة هاي الحشوة، يعني هاي الحشوة راح تشتغل مثل شغل الفلتر بالضبط، صعد بخار تشلب القطرات هاي الصوت تبقى بالحشوة الأبخرة تصعد بشكل نظيف. هنا حتى أنظف هاي الحشوة بشكل مستمر لازم أدخلها عن طريق هذا الدوش، أجيب لاين بس اوضح لكم اياه، اجيبه من هنا من هيفي فاكيوم غاز اويل، هيفي فاكيوم غاز اويل يجيني من هنا انضخ عن طريق هاي المضخه يجي هذا اللاين، هاي من هنا اسحب ادخله الى فلاتر اثنين واضخه خلال هذا الدوش، هذا الدوش راح يوخر لي هاي القطرات اللي تشلبت داخل الحشوه. واضح؟ وهاي الصينيه راح يتجمع الهيفي فاكيوم غاز اويل اللي هو انا ضخيته عن طريق هذا الدوش وتتجمع ويا القطرات مال الفي ار اللي وخرتها او ازلتها من هاي الحشوه حتى اتخلص من قطرات الفي ار وارجعها الى مكانها اللي هو هذا السكشن اللي بالبوتوم. استاذ هي التري ما تسمح بالنزول؟ ما تسمح بالنزول؟ لا 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 ما تسمح. تمام هاي شوف شكل مدخنه يعني بس ابخره تصعد وحتى اذا صار فلودنج راح يصعد لفوق ما تنزل. تمام حتى انزل هذا السائل انزله لجوه ما اخليه يصعد اسحبه من هاي النقطه اللي هو الستريم 31. طبعا هنا اذا تلاحظون اكو ال سي، ال سي على هذا البرج على هاي التري بالضبط على هاي الصينيه، اذا صعد راح اسحب اذا ما صعد ابقي. تمام راح اسحبه من هنا عن طريق هاي المضخه رقم 53 وارجع اضخه بالجزء الخاص أسفل البرج اللي هو خاص بالفي آر، إحنا نسميه هذا ستربر، ستربر داخل البرج. هسا من نوصل له بالستربينج سكشن نشرح إن شاء الله. واضحة شباب؟ أستاذ بس الفوق المنطقة الخاصة بالهيفي هم بيها هاي؟ هذا الدوش نفسه اللي خاصة بالهيفي لا اللي فوقها العفو باللايت قصدك باللايت
هم عندنا هذا الغسيل، بس عندنا نفس منطقة هذا إنه نسحب القطرات، وش راح نسوي بهالحالة؟ على هاي المنطقة برا. إحنا ليه؟ لا لا هي أوكي خلي نكمل لك، بس هاي ليش ما عندنا؟ لأن هاي هنا حتى لو يدخل لي لايت فاكيوم أو هيفي فاكيوم غاز أويل، إحنا بالأخير راح نخبطنا هذين الاثنين، واضح؟ بس بهاي الصينية المشكلة راح يجيني في آر. تمام، لأن في آر، في آر لازم نرجع للأسفل. تمام بالضبط. عفواً أستاذ حسين في السؤال، يعني الراجع الوش ليش استخدمنا الهيفي ما استخدمنا من اللايت مثلاً؟ من الراجع من اللايت ونسوي بي وش، ليش استخدمنا من الهيفي؟ أنا ردت أسهلك على هذا السؤال، يعني عندك الفيسكوسيتي مادة راح تكون أقل كاللايت، يعني أقل من الهيفي، يعني ليش ما استخدم اللايت هنا؟ أنا أقول لك ليش. إذا تلاحظ هنا بهذا المستطيل، هذا مستطيل مدرجة حرارة اللايت اللي هو 152، نعم، بينما الهيفي 76. هنا أنا آني بهاي الباقة راح يتكون درجة الحرارة بالضبط، هنا أنا مركب كل السخين، يعني درجة حرارته هو أصلاً 394، هذا شلون أزيل أنا بدرجة حرارة 150؟ يعني هو ليش أستخدم درجة حرارة عالية؟ أنه اللايت راح يكون أخف، يعني راح يزيل أكثر يعني بسرعة، يعني كوقت. أي بس الفرق بدرجة الحرارة، قصدك أنه الفرق العالي بدرجات الحرارة راح يسبب لنا صدمة؟ لا مو صدمة، هاي أول وحدة عاشت إيدك، هاي ما منتبه لها، والثانية درجة حرارة العالية هو هي اللي توخى المركبات الثقيلة. نعم نعم نعم. واضحة شباب؟ واضحة. واحد عنده سؤال أنا؟ حسين واضح. حبيبي الله. سنرجع بعد لسه تريبينج إذا ما كنت توضيح. المايك إلك أستاذ كرار. المايك زين، ليش ما نكمل يعني الشرح كليته على المخطط مو احسن عن البي اف دي؟ صار ماكو شغلات يعني ما منتبه لها وما نتذكرها. ها اوكي سال، عفوا شير صار كلامي منك. شير وصلنا حارس الترافيك. يلا أخذ من الواهس المدد حسين، إيش راح المدد عين الترافيك سيكشن عندنا بالبي آر اللي يطلع عنا خلصة، تطلع وياه مركبات متطايرة في مركبات خفيفة، حتى نخلصها من عنده وين نوديه؟ نوديه الترافيك سيكشن. أوكي، The settling section is provided with يعني يحتوى على الصواني، بيستخدم لفصل المكونات المتطايرة الخفيفة from vacuum residual، بيستخدم شنو؟ بيستخدم super heated steam. ماشي عيني؟ بس ال VR يطلعنا من أسفل البرج راح تطلع ويافد مركبات متطايرة، وهاي المركبات المتطايرة حتى نستفاد احنا من عدها ليش تروح ويا ال VR؟ نمرر ال VR بسكرابر. أوكي؟ هذا سترابر باستخدام سوبر هيت ستيم. سترابر من نفس التور؟ بنفس التور مو؟ اي قال لكم عليه مساء حسين. تمام. اوكي؟ المرر عليه سوبر هيت ستيم. ماشي؟ اللي هو هذا الجو يحتوي على الصواني من قال لكم 1-6، قال لكم هذا يمثل كسترابر. اوكي؟ يمر عليه سوبر هيت ستيم. يخلص من المركبات المتطايرة بحيث يطلعنا من جوا فقط VR. بس from the bottom of the column the vacuum residue is pumped to CDU crowd overheating train. هذا ال VR مو قلنا يروح مبادلة من المبادلات حتى يسخن يستخدم الحرارة مالته لتسخين الكرود، مبادلة 11. اوكي، وقبل البداية هو يروح second overheating. اوكي، هو سيطلع لي من جوه هو الباكيوم ريسيجوال، بالبداية يروح لي بواسطة البومب 54 after cooling، يقول لك بعد التبريد بواسطة المبادلة 11 بينه وبين الكرود، وواسطة steam generator. هنا هم هاتين يستخدم كsteam generator، يطلع بدرجة حرارة كلش عالية
تقريبا هسه قاطعتك هواي بس انا حبيب. مرات عندي امور هي واضحه بالنسبه لي بس احب ان الولد هم تتوضح لهم. قلت ذاك اليوم فد ملاحظه جدا مهمه انه ايه. دائما حتى البارحه من سالت بيها دكتور طه كانت مهمه بالنسبه له حتى تردد بالاجابه فيما يخص انه قبل كل كومبريسر عندنا نوك اوت درام ايه. قبل كل بام عندنا سيرج درام مو صحيح؟ زين احنا هنا بالفي ار هذا اللي دا ينزل من جوه نحتاج له سيرج درام لو لان هو اصلا خالي من الهواء وما بي اي هواء اصلا خالي ها البارحه من قلت له الغاز الكومبريسر ايش قال لك؟ قال لك النقاوه مالته 99.9% خالي من الكوندنسيت ما بي فد شيء مكثف لذلك ما نحتاج نوك اوت درام مو صح؟ اي صحيح هسه هذا الطالع اللي هو اصلا كان بست رابر فمخلصه من المركبات المتطايره ومخلصه يعني من هاي طالع لك فقط في ار فهذا قبل يروح للمضخه عشتيده ماشي استاذ صار هو اصلا ست رابر يشتغل كخزان وهو قصده عود يعني مثلا ذاك يوم اعطيته ملاحظه قلت لهم كل مضخه لازم قبل سيرج درام حتى يخلصه مثلا هذا لا المضخه اللي بالبدايه اذا تتذكر مثلا رقم واحد مال كروت اويل مثلا ليش ماكو قبلها سيرج درام؟ لان هو كروت اويل جاي من تانكي انا اصلا فذاك التانك هو شغله سيرج درام واضح؟ اي مكان يمثل لك خزان انا ما احتاج سيرج درام اذا راح اوديه المضخه لان السائل راح يصير بالاسفل والغاز يصعد لي فوق وراح يصير اصلا هو ذاك دا يشتغل سيرج درام اصلا هو دا يشتغل كتانكي هنا ها شباب اكمل كتوضيح للشباب انه النوك اوت درام هنا عندنا ليش نسويها بالنسبة للكمبريسر شي ضخنا يضخنا غاز دخول قطرات من المي راح ينهينا الكمبريسر يعطل يعني عندنا المعدة راح ندمرها أكيد. فيما يخص البامب هنا يضخنا فلويد أقصد بيه أنه سائل سواء ثقيل أو خفيف دخول الفقاعات مالت الغاز وياه راح يسوي عندنا هو ظواهر من ضمنها التكهف ممكن هم يدمر لنا البمب راحتك استاذ تفضل اوكي بس قلنا افتر كولينج قبل بعد ما البرده المبادله 11 الباكيوم عندي الباكيوم شو اسمه جنريتر يسوي لنا ستيم جنريتر هم نستخدم عليه وي البولينج فيد ووتر جايكم عليه من ساعه استاذ حسين اوكي فجزء من عنده شو يقول لك a part of the vacuum residue is recycled to the tower bottom يعني اكو جزء من عنده يرجع لأسفل التور under flow control بواسطة flow control مع الجريان control and acts as a quench to maintain a maximum temperature of 345 to avoid cooking نانا شو يقول لك يقول لك الVR مو يطلع لي من جوه من يخرج الفي ار من جوه راح يمر لي بمبادلات اول مره راح يبدا يمر بالمبادله مال الديس سبادر وي هيت اكسشينجر وي العفو وي الكروت مبادله 11 بعدين يرجع المبادله وي الستيم جنريتر جزء هذا راح شويه تنخفض درجه حرارته فبتنخفض درجه حرارته راح يرجع كغاز مبرد كوينج يرجع للبوتم مال البرج حتى يحافظ على درجة حرارة أسفل البرج 345 يعني حتى يمنع تفحم بسبب ارتفاع درجات الحرارة واضح هنا استاذ كرر يعني هذا هنا هم يعتبر ريفلكس هذا ككوينج مو ريفلكس كوينج يستخدم للتبريد اوكي رشيدك اوكي هسه الفاكيوم ريسيديو برودكت از روتد اندر ليفل كنترول تو باتر ليميت تو بي فيد تو اسفلت بلوينج يونت هسه يقول لك الفاكيوم اللي الناتج مال الفي ار يروح بواسطة ليفل كنترول المن يروح الوحدة الاي بي يو اللي هي اسفلت بلوينج يونت يسوون اكسد
للفي ار ويضخون عليه هواء ويضخون يومي، هاي الوحده شرحنا اياها هو يونت 10 انت ستورج، الدور يروح للستورج. فاكيوم ريسيديو الفي ار السنت هوت بدايه حرق لك افتر كولينج ان ذا ستيم جنريتر تو اي بي يو، يقول لك من البدايه حار البرد شويه بالستيم جنريتر، الدور نوديه لوحده الاي بي يو عند يا درجه عند ضغط 9 ودرجة حرارة 200. إذا أريد أودي للـ APU لازم درجة حرارته 200 وضغطه 9. إذا أريد أودي للـ Storage يصير ضغطه 7 ودرجة حرارته 180. واضح هنا؟ يعني إذا أريد أودي قبل للوحدة مال الـ APU تكون درجة حرارته 200 وضغطه 9. إذا للـ Storage أمر الرب كولينج أسوي له كولينج بحيث انخفض درجة حرارته 180 يصير وضغطه 7 ماشي، يصير مبادلة 56. استاذ يعني ما نقدر نقلل اقل من هاي درجة الحرارة لان هذا المنتج ثقيل وما يمشي. اقل منتج ثقيل يعني اذا قلت اقل من، اذا صارت اقل من هاي درجة الحرارة يعني شلون اللي يصك بعد حتى ما يتحرك بالانابيب. تمام. هسه الاوف هسه سؤال بروح عليك يتفضل عليك. ليش مرات اعطيك يعني مثلا 7 بار ومرات لا والله ملي متر زئبط يعني حتى بالبي ار دي هنا؟ لا الملي متر زئبط هذا بس ضغط الفراغ، الضغط داخل الفاكيوم بس بالملي متر زئبط. ها يعني ها بس ضغط الفراغ اقيسه؟ اه ضغط الفراغ والملي متر زئبط لان هو اقل من الضغط الجوي. الواحد اتموسفير يساوي 760 مليمتر زئبق، هاي المعلومة نعرفها كلها تعرفها. فالضغط داخل البرج أصلا هو 30 مليمتر زئبق، يعني أقل من الضغط الجوي يعني ب 730 مليمتر زئبق. واضح؟ أوكي. لذلك هو ينقاس جوب المليمتر زئبق. هاي عشت إيدك عين وإيدك حسين. حسين وصلت للأوفر هيد، تشرح لهم الـ VR على البي أف دي كيفك؟ ايه اشرح لهم الفي ار بعدين اشرح لهم الاوفر هيد وبقت لنا بس الغازات ويكمل هذا القسم عندنا. تريد اكمل لهم الغازات وتشرح لهم الفي ار والغازات سوية على البي اف دي؟ تقولون شباب والغازات فيها واحد. كمل كمل استاذ حسين ايه افضل استاذ كرار يلا ابو علي. اوكي اوكي اشرح لكم استاذ حسين على البي اف دي. انا في تكون شوي قام تشتغل سماعه. اوكي حسين اشرح لهم على البي ار دي. شير من يوم خلي قوم سوي النرقيلة بالثلاجة اشرب وندعين اخوي احنا وعلى شرفنا لا في اليوم تجون يم بالبيت خلي بيكم كلكم. والله والنعم والنعم والله كفو منك يا طيب. يلا كمل اين شباب هنا بعض الجزء الأسفل مع البرج راح يتجمع عند الـ VR. الـ VR اللي هو أثقل منتج موجود هنا بهاي الصفحة أو حتى أثقل من كل المنتجات اللي موجودة بالأتموسفيريك ديستيشن. هذا الـ VR راح أسحبه من أسفل البرج أوديه إلى مضخة 54 الضخلية إلى مبادئ رقم 11 أوكي اللي هي موجودة بالسكند بريهيتينج. بعدها راح يجيني من هنا من مبادئ رقم 11 درجة حرارة 280 هم مرتين راح أبرده بهاي المبادلة اللي هي تسميها steam generation heat exchanger اللي هي شنو GPFW تحوله إلى steam. ليش؟ لأن درجة حرارة هنا كلش عالية راح تقل درجة حرارة إلى 200 هنا أنا وين بالضبط هذا stream 32 ستريم 32 اللي هو قسم من الفاكيوم ريسيديو قسم من الـ VR راح يرجع إلى البرج. شنو الغرض منه؟ إذا تشوفون هنا من سحبنا الـ VR أكو TC Temperature Control الدرجة حرارة مع الـ VR من تطلعه حتى نحافظ عليها ما تصعد أكثر من اللازم وتسوي للتفحم بهاي المنطقة لازم أقيسها وأسيطر عليها. إذا ارتفعت أنا راح أسوي Flow Control هنا أفتح هذا الفال راح يضيف لي من هنا يضيف درجة حرارة 200 VR راح يبرد هاي المنطقة نخلص من مشكلة التفحم.
اوكي نكمل هنا الVR راح يجي بدرجة حرارة 200 راح يروح الى يونت 10 من هذا السترين اوكي يبقى بدرجة حرارة 200 ضغط 10 يروح الى الفاكيوم ريسيديو 2 ABU اللي هي اسفلت بلونج يونت يونت 10 اوكي اذا مثل ما اريد اوديه لهاي اليونت لازم شنو اسوي له لازم ابرده اذا اريد اوديه الى ستورج ابرده بهاي المبادئ الحراريه رقم 56 يطلع لي من هنا 627 راح يطلع لي بدرجه حراره 180 ضغط 5 يروح الى ستورج واضح هنا اذا تشوفون هذا الخط هذا عباره عن باي باس يعني مثلا اذا بالشتاء هاي درجة حرارة هنا ما اريد ابرده ممكن هو هنا يجيني 180 فرضا اذا بالشتاء واذا بالصيف لا تختلف لازم ابرده فهاي الباي باس استفاد من عنده طبعا بالسيطرة على درجات الحرارة هنا عندي انديكيترات على الحرارة قيس الحرارة اذا احتاج ابرده ادخله منه اذا ما احتاج ابرده ادخله بهذا الباي باس وخلصت السالفة اتوقع حد عنده سؤال شباب عفوا استاذ حسين الاستاذ كرار قبل شويه بالبي دي اف قال انه ضغط 9 ودرجه الحراره 200 اذا ودي الوحده العاشره قال اذا للستورج مفتهمك هسه انا هم ما انتبهت لها هذا هنا الريفيجن اللي عندي مال هذا المخطط ريفيجن 1 اخر ريفيجن المفروض رقم 2 فاعتقد خطا هاي المفروض 9 حتى بها مبالغ حسين أنا عند الريفيجن أنا عند كمان العدد عادين ما استعدت الإكرام واضح إيه بس إحنا القصد إنه سير العملية الفلو بس القيم ممكن بعدين تتعدل لأن أنا الريفيجن اللي عندي رقم واحد واحد هاي الكلاود واضح طبعا احد عنده سؤال يلا اذا ما عنده سؤال خلي يشرح حجم الغازات من درجة حرارة داخل البرج احنا قلنا 345 هاي مسيطر عليها اكثر من 345 راح اسيطر منها اقل درجة حرارة اوكي سين تسمعني واضح يا حبيبي سمعت خوش مهدد اللي يتفون قام يدب بروحه شوي يعني مشي المحاضرة يلا يلا خلي أعرض شو أكي ساقا توقع من عنده قطعة نهاية المحاضرة حتى ما ألقى بيع تفصيخ كرار راح رجع على البارد تكرار بقى بس جزء اخير اي ستيم جنريتر بقى واصلا هسه احنا راح نخلصه لان هو ما بي شيء يعني تمام انا مو هم المحاضره لا تصير طويله كلش انتم تعبتوا والولد ما صار عندهم كتابه معلومات هذا ترى طويل شوي خالص اي هو بس هذا اي عيني هسه احنا وين وصلنا الاوفر هيد هذا البوكيم الفيديو خلصنا بالنسبة للأوفر هيد فيبر بالنسبة للغازات اللي تطلع من أعلى البرج أوفر هيد فيبر from the column top section flow to the vacuum system package هذا الباكج اللي قلت لكم عليه يتكون من 3 stage ejector system يتكون من ejectorات أوكي هاي الejectorات هي اللي تسحب الأوفر هيد فيبرز من الأعلى where the bulk of steam and hydrocarbon vapors are condensed by exchangerات هذا الباكج يتكون من شنو؟ يتكون من 3 اكسشنجر 3 اجكترات و3 كولرات ب
اللي هنا الهيت اكسشينجر اللي رقمها 53 54 55. اوكي بهذن هاي الانجكتر شنو شغلها؟ من تسحب الغاز من فوق يمر الغاز المن بالبدايه يمر للمبادله العفو اول ما يجي قبل يدخل للاجكتر. من الاجكتر هذا راح يدخل المن الدور المبادله رقم 53 جزء من عنده يتكثف يروح للدرام بيزك عيني. اقول لك رخصه شباب عادي ننهي هالمحاضره لان صار لنا ساعتين هواية. ما عندي مشكله محمد شرحنا هاي الساعتين ثلاث ارباع ضلينا. انا ليش قلت له انا مقدر انه تعب بس استاذ حسين لان السكشن منرجع محاضره جايه بجزء على مود 4 اسطور السكشن يمكن تفصل عندنا المعلومات راح نحتاج توضيح للاجزاء السابقه فالمحاضره الجايه راح تصعب علينا. هذا الاوفر هيد ما له علاقه عيني شباب من رخصتكم ما له علاقه من رخصتكم المحاضره الجايه اسوك انا حنها هاي المحاضره المحاضره الجايه راح تصير عندنا يعني هي صغيره هم نكمل بيها هاي الديسكريبشن وحاولوا من تقرون هالمحاضرة أو شيء أي واحد عنده سؤال يكتب سؤال يعني المحاضرة الجاية راح تصير كمراجعة للمعلومات السابقة زائد تكملة هذا الموضوع بالضبط هواي أحسن زين أستاذ كرار خلي فيديو توضيحي بس للولد حتى يشوفون البرج إذا أمكن يا قصدك بي أف دي على مود تخلي الهوست بس يم حسين يعرضون فشيش يستفادون مو هذا راح يبعد نخول نزلوا على التليجرام أحسن سووا شيء الرابط ما على التليجرام واللي عنده سؤال يتواصل أو يخليه على المحاضرة الجاية ما شاء الله وأي واحد عنده سؤال حاولوا تقروها المحاضرة هاي حاولوا تقروها شوية حتى أي واحد عنده سؤال المحاضرة الجاية نتناقش عاشت إيدك شباب عاشت إيدك أستاذ كرار أستاذ حسين تعب